البداية مهم نفهم إنه التطعيم مرق بأبحاث أمان شديدة جداً وحصل مصادقة منظمة الأدوية الفيدرالية الـ FDA. التكنولوجيا اللي بتركز عليها التطعيم موجودة في العالم من أكثر من 10 سنوات. خلال مرحلة التطوير عشرات آلاف الأشخاص أخذوا التطعيم بهدف فحص نجاعته وأمان هذا التطعيم. نتائج الفحوصات فرجت إنه فيش عوارض جانبية جدية للتطعيم. بالإضافة فحص النجاعة والأمان للتطعيم تم بطريقة دقيقة واللي فيها حتى الباحثين وحتى اللي أخذوا التطعيم ما كانوا يعرفوا إذا أخذوا التطعيم الفعال أو التطعيم اللي بدون فعالية. قبل كل مرحلة بتوجب على كل شركات الأدوية تعرض كافة نتائجها وكمان نقاط الرقابة في مراحل البحث، وكانوا يقدموها للجنة خارجية، وبعد عرضها على هاي اللجنة المختصة كانوا يقرروا إذا يأخذوا المصادقة للعبور للمرحلة الثانية. نفس الإشي لما قدموا التطعيم بمرحلة النهائية المصادقة من قبل منظمة الأدوية الفيدرالية FDA. اللجنة المهنية واللجنة المستقلة وقتها أكدوا وقرروا إنه التطعيم آمن للاستعمال. التطعيم هو الوسيلة للانتصار على الفيروس. معلومات إضافية رح تلاقوها بموقع وزارة الصحة.